أفاد وزير التجارة علاء أحمد حسن بأن إنجاح الموسم التسويقي وتوازن الأسعار في السوق سيكونان من أولويات وزارة التجارة خلال المرحلة المقبلة، وأكد أن واحد من أهم أولوياتنا هي تحقيق الأمن الغذائي والاستمرار برفد البطاقة التموينية، مبينا أن كميات الحنطة في عمليات التسويق بدأت تزداد سنة بعد أخرى، وهذا يمثل نقطة مهمة في اقتصاد البلد. وشدد وزير التجارة على الاستفادة من أفكار المواطنين تطوير رؤية مشتركة بينهم وبيننا، وبما يعزز أدائنا مع الحكومة الجديدة.